من تحب أكثر، نبيه بيبي أو ميشيل عون؟ ميشيل عون. بين تيار الوطن الحر وحركة أمل، إلى أي طرف تنحاز أكثر؟ بموضوع المقاومة إلى حركة أمل، وبالموضوع الداخلي إلى التيار الوطني الحر. قال فيلتمن نقلا عن رئيس بيبي إنه الضربات الإسرائيلية على حزب الله مثل العسل، قليل ومفيد لكن الاكثار منه ضار. هادينه عسل كتير بالبلد، فصار ضليع بالموضوع. نبيه بيبي لا يريد التدقيق الجنائي، وما تمسكه بوزارة المالية إلا لمنع المحاسبة. صح، ما بده التدقيق الجنائي، يعني هذا اللي مبين. بين هالثلاثة، من تختار لرئاسة مجلس النواب، اللواء جميل السيد، الرئيس نبيه بيبي، أو اللواء عباس إبراهيم؟ أنا شخصياً أختار اللواء جميل السيد، شجاع صريح وواضح. عباس إبراهيم دبلوماسي أكثر، وأنا بطبعي ما بحب الدبلوماسية. مرة لبست علم المستقبل، مستعد أنه تلبس كمان علم القوات اللبنانية؟ لما يوصل موضوع أنه أنت بتكره القوات اللبنانية لأنه مسيحية، طبعاً. تيار الوطن الحر ما دفع غالي ثمن التفاهم معكم؟ الثمن الأكبر اللي دفعه التيار الوطن الحر هو وصول الرئيس ميشيل عون إلى سدة الرئاسة بالوقت الغلط، زاد أنه رئيس بدون صلاحيات. اتفاق الطائف حرم رئيس الجمهورية كل الصلاحيات. هل أنتم مع تغيير وتعديل النظام لمصلحة رئيس الجمهورية؟ لما يكون رئيس مثل ميشيل عون طبعا. كان بده التيار الوطن الحر أنه تمشوا معه بخطوات إصلاحية. اشتغل حزب الله بموضوع الفساد، في مشكلة بالبلد بنظامه السياسي وبنظامه القضائي. بموضوع الكهرباء بشكل أو بآخر بيقولوا أنه أنتم تشكلون حماية لرئيس نبيه بيبي وممارساته. في مافيا بالبلد، بس بنعرف كمان أنه رئيس نبيه بيبي هو الكارتيل الماكرو. يعني أنت بدك تعمل لي مشكلة. أنا عم بنقول هوني كمان هواجس جمهور التيار الوطن الحر يلي شاعر بنوع من المرارة. حتى كان في محمد فنيش من قبل حزب الله بوزارة الطاقة، يعني بقول نفس عبارة جبران باسيل، ما خلونا. إيش كمان أنتم ما بيخلوكم، أنتم ما بدكم تزعلوا حدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح؟ صحيح. السيد نواف الموسوي، وطبعا عندنا المحامي نوار الساحلي، وبالحالتين صار عندهم مشكل مع الحزب انطلاقا من بعض الأمور التي تتعلق بحياتهم الشخصية. اثنين ظلموا بالحالتين، ما كان بيستحقوا يلي صار. ما لازم أنتوا تعترفوا أحيانا أنه الحياة اليومية صارت في مكان آخر. حزب الله يغفر لما ما تكون أنت بالضوء. قضية عامر فخوري، ما أخذتوا أي موقف حقيقي؟ كنتوا عارفين أنه سينقل من السفارة الأمريكية صباح يوم الأحد وما عملتوا أي شيء؟ سمعت السيد قال أنه ما كان عنده علم بالموضوع، وأنا أصدق سمعت السيد. نعرف قبل بنهار سيد علي، نعرف على وسائل الإعلام أنه حط الطائرتين هليكوبتر، وأنه في استعدادات لنقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. شو كان المطلوب من حزب الله يعمل؟ يخصف هالطائرتين الأمريكيتين ويفتح حرب،